ينضم إلينا السيد حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير أهلا أستاذ بحضرتك. شيماء. يعني إيه أبرز ما لفتك في مؤتمر اليوم وهو البداية الرسمية للحملة الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؟ الحقيقة الكلام اللي السيد المستشار محمود فوزي كان بيتكلم فيه على إنها حملة مفتوحة للجميع، الحقيقة مش مقفولة على حد، مش مقفولة على حزب واحد، مش مقفولة على طرف واحد، لا هي حملة مفتوحة للجميع، بيشارك فيها جميع الفئات والأعمار. الحملة الحقيقة فيها كم كبير جدا من الشباب، كم كبير جدا من المرأة. لفت نظري كمان الاهتمام الكامل بالعميل بالخارج الحقيقة، والمقابلات المستمرة، وبالتالي حملة بتجمع أطراف كتير قوي، حتى في أطراف منهم زي أحزاب متنافسة، ولكن في هذا الموقف إحنا متجمعين وكل واحد بيقوم بدوره في الحملة دي بقناعة حزبية وقناعة شخصية الحقيقة. نعم، طيب يعني كلام عن خفض تكاليف الحملة، وأن سيادة المستشار محمود فوزي قال أن الحملة بتناشط حتى كل الأطراف المساندة والداعمة لحملتنا أنهم يعني يقتضوا بالنهج اللي هننتهجه من ناحية تخفيض النفقات أو التبرع، إذا كان هيكون في تبرع مالي أنه يكون لصالح المؤسسات والجمعيات الأهلية اللي بتوجه مساعداتها لأهلنا في غزة. أيضا يعني كيف رأيت هذا التصريح ومدى إيجابيته في دعم قضية هي وصفت دائما بأنها قضية القضايا لمصر؟ هو الحقيقة بيدي الشعور إن الحملة بتاعت السيد الرئيس في الأول والآخر إحنا فاهمين الوضع العالمي والوضع اللي بيحصل في غزة، وفي نفس الوقت عندنا الاستحقاق الدستوري الطبيعي لبلد كبيرة زي مصر، كل حاجة فيها برضو لازم تبقى ماشية. أنا بتكلم مش انتخابات رئاسية بس، أنا بتكلم جميع مراحل العمل فيها، وبالتالي هو هيبقى في جزء فعلا من كل المشاركين، كل واحد بيقدر يعمل المجهود. أنا هقدر أتكلم على مستقبل الوطن اللي أنا أمثله. إحنا برضو فاكرين إن مستقبل الوطن من سنتين كانت حصلت ظروف في غزة، برضو طبعا ما كانتش بهذه القسوة، ولكن كان في ظروف برضو، كان في اعتداء اسرائيلي غاشم برضو على غزه، وكان حزب مستقبل الوطن كان بعت المساعدات قوافل المساعدات، وبالتالي هيبقى في تخفيض في المؤتمرات مثلا اللي كنا هنعملها، اذا كنا بنحسب عدد كبير بنقلله شويه، انا بتكلم في النفقات، والباقي كله هيوجه لمساعده اخواننا الفلسطينيين في قطاع غزه زي ما الحمله، لان في الاول والاخر احنا مشاركين في نفس الاتجاه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.